انا اذا اجتمع فيا ان شاء الله تخرج تيك توك يتخرج فيا بالك انا راني وليد السمعه. خاوتنا ديروا ناحل ديروا مزوبيه ماكو خاصين والو شحال دير يا سيدي كاع نديروا البرك 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 هذه كي تلف باش كاوشكم منا 1000 واحد ومنا 1000 واحد والناموس خاوتنا رانا في الصيف الله يجيب ساعه الخير خاوتنا وان شاء الله يردوا هذه هي المعمعه اللي راهي هنايا شو حاجاكم واش تقولكم كل حاجاكم بالجيبه راهي بالدجاج والفاكهه المشكل الزبل. للاسف 2024 مازالوا الناس مصدر العيش تاعهم من لابوبال الوليدات الصغار مساكن هادو ونناهم يلموا القارو راس باه يديو يبيعوهم الله الى حاله البكيه تجيك بس حد مع ما طيحش مالوغوزمون والله لا لا الله هادشي اللي كاين اش بينا نديرو ضيتي لهم شي داوي الخير تنعاودها تندعي معاهم ديما والله سيدي الا بغينا لكم الخير واخا ترقشبوا عليكم ونضحكوا عليكم والله الا بغينا لكم الخير ولكن ملي ما بغيتوش الخير راسكم راه تنكملوا نضحكوا التقشاب. السلام عليكم ازول فلون لاحظتوا شي واحد القضيه واحد الدوله اللي شجعتهم تيخسروا زيدك واحد القضيه دوله على قدها نعم دوله بواسي الكراهين البلد الوحيد في العالم اللي تيتسنى متحول يجيب ليه ميداليه ذهبيه وتقول لي انتم ماشي شواكر نعم شواكر سير انا جاي سير انا جاي كميه البنات الجزائريه يلا اسمعوا معي واحد النصيحه من عند هذيك الكرغوليه المعروفه قريت لهم يبحثوا لي باش يمثلهم اي في البورنو باش نشوف لهم انا نعرف ما تامنوش عقلكم تصدموا العدد صدمه صدمه نساء رجال باغيين يطلقوا باش يدخلوا يمثلوا صاي غير دخلت جوري للتمثيل تاع الافلام تاع البورنو صاي كاع الشعب بانت لها باش يدخل سي سا ما ديروش كيفي انا يما ما عنديش حاجه نخسرها ما عنديش انتم عندكم عندكم عائلاتكم عندكم سي با ما عندكم حياتكم ما ديروش خلطتي شكون اللي تبغي على روحها وبصح نروح ولا نرجع حقيقه ما كان لا لا مونتاج لا والو حقيقه اللي تشوفه حقيقه اوكي يبقى نقلوا الشيطان وما تعاودوش تجيب لي هذا السوجي اوكي سي فري فيها الدراهم جو سوي افيك مي الدراهم وحدهم تاني ماشي حاجه ايوا نعلو الشيطان قالت لكم لا لا المهم هي حاولت انها تقول مسكينه شي حاجه ولكن لا لا الله اش بنت هي في وسط هي مع الشيطان بدا تقول لكم نعلوه والله يستر الله يستر راه قالت لكم نعلوه صراحه نعلو الشيطان ما تكونوش بحالها هذه بعدا اموا قالتها كلمه ما بيهاش نصيحه ما بيهاش تهضر معاها ماشي نصيحه للعامه هي نصيحه لهذوك اللي قال لك بغا يديروا بحالها اليوم هل الجزائري يعرف اسماء ما يلا سيدي قال لك سولتي سول الجزائريين في الشارع واش حافظين صور القران الكريم صور القران يلا تبعوا معنا القران عطيني صورة المسد المسد نو ما نعرفهاش صورة الإخلاص كيف كيف ماشي حافظهم على صور القرآن ما نعرفش ما تكامليناش حبيبنا والله حفظ هادشي هادشي كله دار والله إلا الابتعاد عن الله هو اللي دار لكم هادشي كامل وملي القران ما كاينش ما تيقرا حد بيان سور كاميريناش حبيبنا سورة المسد مانيش حافظ السورة صغيرة مسد بالك عطني الديبي بالك راهي رايحة لي وشوية ديني سورة المسد ما نعرفش سورة الإخلاص ما تفهمنيش يعني قول له ما نعرف ما فهم والو في الدين يعطيك الصحة أخو عندي سؤال على صور القرآن سورة المسد سورة المسد لا صح أعطيني سورة المسد صح مدن لك سؤال أعطيني سورة أعطيني سورة الإخلاص اسمع ولا أزال أعطيني حبي يقول لك كيف يقول لك تعرف ايش سورة المسد كنت والله ما انا بالي سورة والله سيدنا يا تبلي فوالا احنا عدة كيف ما فهمت انا ما فهمت والله
هادشي اللي عطا الله. و تيجيو في لي كومونتير يسبونا، تيجيو بحال هكا في لي كومونتير، تيبانو لنا حنا بحال هكا في لي كومونتير. بحال هكا تنشوفوهم حنا في لي كومونتير، حيت ما تيقولو حتى كلمة زينة. ها شوف. صديقنا المصري يقول لك كتب ليه واحد، علاش هذا الصراخ والعويل من اجل ميداليه برونزيه؟ شيء مضحك. كل هذا الصراخ والعويل من اجل ميداليه برونزيه، شيء مضحك. ايوه، ما اللي ما خدش حاجه لازم يقول كده، واللي ما خدش، اللي ما خدش صفيح حتى، اللي ما خدش لفه بربع جنيه حتى في الاولمبياد، ولا حتى حوالين الملعب، ولا حتى يناولنا الكور والبشوات بيلعبوا، اذا كان منتخب مصر ولا اذا كان منتخب المغرب، لازم يقول كده. معلش معلش، انا حاسس بيك انا، ولكن هشوف. هقول لك على حاجه، انصحك نصيحه مهمه جدا، في بومادة اسمتها مانع الحرقان في الصيدليه، في الفارماسيا، روح اشتريها هتبقى كويس و100 100، وهتشوف الدنيا حلاوه وزي القشطه. حبيبي تحياتي. واش هذاك التران عقلت عليه؟ هذاك التران ديال تامر راست اللي تيهضروا عليه، قال لك الفائق السرعه تيضرب، قال لك 200 كيلو متر في 8 السوايع، فائق السرعه. ها هو قال لك ويلا دشنوه، حضروا ليه ودشنوه وما عرفتهاش وفرحانين به. ما قال لك دار اون بان في الخلاء والحراره 50 درجه. لا قال لك جزائر جديده، جزائر جديده ماشي كيما تجيب لها ترا شباب وجديد وكاع، ماشي تجيب لها ترا كاليه تاع لا حول ولا قوه الا بالله. يا خوتي يا خوتي شغلي منكم والله، لا انا طايحين اوبر، انا في ساعه ونص قاعدين برا، انا في ساعه ونص خوتي. الله يهدينا ويهديكم، هذه اللي نقولوها لكم. يا مسائل شوفوا فينا، يا مسائل شوفوا فينا، شوفوا في الشعب، الشعب شوفوا فيه. عندك راه داير راه مجرجر، تشوف تشوفوا باش تطمنوا. ها ترى انا عمري ما شفت ترى يطيح اونبون يا خوتي، ترى طايح اونبون وين؟ في الخلا، والله لا في الخلا رانا. ايه بيزار هذه، انا عمري ما شفتها عندك والله. لا بصح خوتي، ترى راه طايح لنا اونبون، انا عمري ما شفتها عندك بلي انا طايحين اونبون. رانا اونبون بصح ماشي نزعقو. انا اونبون صاحبي، لا راه نزعقو، غادي يفطرونا، غادي يفطرونا بلانا. والله الجزائر الجديده، لا اله الا الله. ونساليو لكم مع هذا الفيديو، قال لك سيدي الجزائر تبدا باجراءات بطرد البوليزاريو من تندوف وتدفع بهم الى المنطقه المحرمه. المهم صافي صافي، وصلت بهم العظم، ما بقاو باقي بغا يصرفوا عليهم التريال، صافي تقهروا وبداو تيفيقوا وبداو تيعيقوا شي شويه. دابا ولاو تيدفعوهم، تيدفعوهم تقول لهم سيروا نوضوا حرروا بلادكم، ياك بغيتوا بلادكم باركا ما تبقاو جالسين عندنا هنا، عينا ما نصرفوا عليكم ونوقفوا معاكم، نوضوا حرروا بلادكم. بيان سيغ ما عندكم فين تخرجوا، الناس اللي في تندوف بوليزاريو ما عندكم فين تخرجوا، يخليكم جالسين تما، راه يجي يتفلاو عليكم وتيصيفطوكم. اللي دخل المنطقة العازلة الدرون. يعني راه يجي حتى هما داكشي اللي بغاو، بغاو يوزعوكم باش يقتلوكم تما، يجلسوا على خاطركم. الشعب الفلسطيني او يتحرك، ويوميا يموت الالاف وتهدم المدن والمستشفيات، ولكنهم مصرين او مصرون على تحرير بلادهم بالدم، يموتوا ملايين ما يهمش. اما انتم قاعدين يفتندوا في المخيمات او قاعدين يتبحروا في اسبانيا في فرنسا وفي المانيا في الشتات، سنوا الجزائر يلزمكم لحقكم، اسمحوا لي اسمحوا لي، لازمكم تاخذوا المبادرة بنفسكم، قراركم ومصيركم بين يديكم. هذا نداء للإخوة الصحراويين، تحركوا ونبذوا الغبار على روحكم.
الآن وصلنا إلى مرحلة وين لازم تتخذوا القرار ولازم لكم ترضوا القبر على روحكم. واحد ما يقدر يجيب لكم الاستقلال إلا الصحراويين، أنتم اللي تجيبوا الاستقلال تاعكم. قررتوا العودة للسير العمل المسلح، إذن روحوا تحاربوا. شكم تسنوا؟ شكم تسنوا؟ روحوا تحاربوا على روحكم، حركوا روحكم. هذا وش نقول أن الإخوة الصحراويين لازم يفهموا هذا، كما يقول لك الناس، هذه الرسالة لازم توصلهم إن شاء الله.